السلام عليكم. النهاردة جمعت لكم شوية وصفات سهلة وسريعة جدا، حاجات نطلبها من بره لا نعملها في البيت. هنعمل مع بعض وصفة شاورما الدجاج وشاورما كمان اللحم بكل سهولة، بتكات بسيطة جدا وبمكونات على قد الإيد. شكل الوصفات شهية جدا، ومنسيتش لعشاق المكرونة، هنعمل كمان مكرونة سهلة وسريعة لأي حد أول مرة يدخل المطبخ بصوص اللحمة المفرومة، برضو بتكات ولا أشهى. أما بقى لآخر وصفتنا أو الوصفة المجمعة كمان اللي حطيتها في الوصفات دي علشان ناس كتير بتطلبها مني، وهو وصفة صحية، البانيه المشوي بطريقة بسيطة جدا مع الخضروات، سهل وسريع في تحضيره والتكات بتاعته تحفة. يلا بينا نشوف كل الوصفات، ما تنسونيش لايك الفيديو. نبدأ بسم الله. جريل او طاسة على البوتاجاز، اول ما تسخن هنزل فيها بمعلقة كبيرة من الزبدة. اول الزبدة ما تسخن وتدوب زي ما احنا شايفين، هننزل بقطع شرايح البانيه. بالنسبة للتتبيلة هكتبها لكم في صندوق الوصف وهقولها لكم بسرعة: مية بصل، ملح وفلفل اسود، جنزبيل، وعندي كمان كاري، ولو في بهارات اللي هي بهارات المشكلة او بهارات الفراخ نضيفها. طبعا بالنسبة للمعالق، معلقة صغيرة او نص معلقة، ده على حسب كمية الفراخ البانيه اللي هنشويها. وهنضيف كمان معلقة كبيرة من الخل، زائد معلقتين كبار من الصويا صوص، عصرة ليمونة كاملة، مع اضافة طبعا زعتر مش بستغنى عنه خالص، واكيد اكيد السمان. هنضيفهم داخل كلهم مع بعض في التتبيلة، وهنسيبها لمدة لا تقل عن ساعتين، وممكن من بالليل للصبح لو عندنا وقت مش مستعجلين عليها، لكن لو مستعجلين ممكن يبقى ساعتين في التلاجة، وبعد كده بنخرجها وبنشتغل في الشوي زي ما احنا شايفين. اول ما اخدت لون بقلبها على الناحية التانية، وبكرر التقليبة دي اكتر من مرة علشان اتأكد ان قطع البانيه استوت وبقت يعني جاهزة على الخطوة التانية. فبخرجها في طبق، وفي نفس المكان مكان الصوص بتاعها وطعمها وطعم التتبيله اللي نزل في الجريل، هضيف الخضروات بتاعتي اللي محضراها: بصل وفلفل الوان وفلفل حراق وفلفل رومي المتوفر عندنا نقدر نضيفه. طبعا طماطم لا، مش محتاجين خالص ننزل عصاره الطماطم في الاكله بتاعتنا. بضيف على البصل والفلفل ملح وفلفل اسود، وبديهم تقريبا لحد لما يدخلوا في ان لونهم يبدأ يدبل وطبعا ريحتهم بتطلع. بحط اخر حاجة نص معلقة صغيرة من السماق، وبديهم تقريبا برضو، وادي لونهم وصلوا للدرجة دي. ببدأ اضيف عليهم قطع البانيه، وبسيبهم على نار هادية ياخدوا من طعم البانيه والتتبيلة. طبعا طعم هنا البصل مع الفلفل تحفة حقيقي، يعني يتاكل لحاله. بعد كده خلاص انا بطفي عليها، بسيبها بس مجرد مش اقل من 5 دقايق على نار هادية، وبطفي عليها وبقدمها. تقدروا تقدموها مع اي نوع مكرونة او رز مبهر، واكيد وجبة متكاملة تستاهل التجربة وطعمها التحفة. إضافة الزبدة ما نقدرش نبدلها بأي نوع تاني من المادة الدهنية، لأن الزبدة هنا عامل مهم جدا في الطعم. هنعمل من 3 قطع بانيه أحلى وألذ شاورما. نبدأ بسم الله. عندي 3 قطع من البانيه مقطعة مكعبات صغيرة، ضفت عليها معلقة كبيرة من بهارات الشاورما من عند أي عطار، ومضاف عليها علبة من الزبادي مع معلقتين من الزيت ومعلقة من الخل، سبتهم 3 ساعات في التلاجة. طاسة على البوتاجاز فيها معلقة كبيرة من الزيت، اديت الفراخ صدمة، وبعد كده نزلت عليهم بالخضروات اللي مقطعاها: بصل، فلفل رومي، فلفل حراق، ولو في فلفل ألوان كله شغال. هستمر في التقليب وههدي النار، هلاقي فيه سوائل نزلت من الفراخ زي ما احنا شايفين. السوائل دي لازم تتبخر، هفضل اقلب فيها لحد لما تنشف خالص الطاسه معايا وتبقى بالشكل ده، ونقدمها صحتين سندوتشات او جنب اي مكرونه. شاورما اللحم، اول حاجه علشان تدينا التكه والطعم بتاع المطاعم، احنا هنشتغل هنا في قطعتين من الليه. وبالنسبه لبهارات اللحم او التتبيله موجوده قدامنا على الشاشه، لاي حد خد سكرين شوت هتبقى سهل عليكم وموجوده معاكم. اول ما الليه ساحت نزلت فيها بقطع اللحم سبق ومتبلها، تقدروا تسيبوها في التتبيله ساعتين او ساعة او ليلة كاملة على حسب طبعا الوقت المتوفر عندنا. عندي بصل وفلفل مقطعهم
كريهات زي ما احنا شفنا، نزلت بيهم على اللحمه بعد اللحمه ما اخدت الصدمه مع اللي هي واتقلبت. هنا خلاص اللي هي ملهاش اي لازمه بشيلها على جنب عشان ما تجيش لحد داخل اي ساندوتش. بكمل باقي البهارات ملح وفلفل اسود وبديهم تقليبه كويس جدا، وبوطي النار وبسيبها لحد لما تستوي. شاورما اللحم المصري تحفه، طعمها روعه، ما تستغنوش عن تكت انها تتقلي في الليل. مكرونه بصوص اللحمه المفروم، سهله وبسيطه وسريعه على اي حد اول مره يدخل المطبخ. نبدا مع بعض ونشوف الخطوات وطريقه التحضير. اخر وصفه معانا في وصفاتنا المجمعه النهارده. بسم الله. طاسه او صينيه هشتغل فيها، حطيت مقدار من الزيت ونزلت بخضروات مقطعه، بصل وفلفل حراق وفلفل الوان لو متوفر وفلفل رومي، اديتهم تقليبه. وبعد كده نزلت بثلاث فصوص من الثوم متقطعين صغير، وكمان اديتهم تقليبة مع بعض وملح وفلفل اسود. بعد البصل والفلفل ما دبل معايا، نزلت بقطعة من الطماطم متقطعة زي ما احنا شايفين حلقات كبيرة. بعد كده معلقة كبيرة من الصلصة وعليها مقدار من المية السخنة واديتهم تقليب. عندي هنا لحمة متعصقة وكانت متشالة عندي في الفريزر، مقدار 3 معالق او 4 معالق من اللحمة المعصجة، نزلت بيها في صوص الطماطم وديتهم تقليبة مع بعض. اول لما غليت وبدأت الصوص يقل، نزلت بالمكرونة اللي كانت سلقاها وطبعا شطفاها بمية عادية من الحنفية بعد السلق، وسايباها على جنب متصفية، وسبتهم على النار لمدة 7 دقايق على نار هادية، وقدمتها وصحتين.